جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طالبات الطب شيء صالح، والممرضات أيضا يختلطنا بالطلبة، ويختلطنا أيضا بالمحاضرين والمدرسين، ويختلطنا بالدكاترة المعالجين وبالمرضى. لعل لكم توضيح شيء صالح. الأمر عام ما ذكرناه في الدراسة يأتي أيضا في الوظيفة والعمل. لا يجوز للمرأة أن تتساهل في حجابها وفي كرامتها، وتخالط الرجال وتخلو مع الرجل بحجة العمل، فإن دينها وعرضها ألزم عليها من كل شيء. على المرأة أن تلزم العفة والتمسك بدينها، وأما الدراسة والعمل الوظيفي إذا كان يتعارضان مع دينها ومع عفتها فإنها تتركهما، تتمسك بدينها وبعفتها. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واجب على المسلمين أنهم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يجعلوا للنساء مجالا للدراسة وللعمل خاليا من المحاذير الشرعية، وهو ميسور ولله الحمد وبالإمكان. لكن الشأن بالاهتمام وترك التقليد والتشبه بالكفار والذين لا خير فيهم، الذين جعلوا المرأة مسايرة للرجال تتولى أعمالهم وتترك ما خصص لها من الأعمال المناسبة لها والتي لا تتعارض مع كرامتها ومع عفتها. نعم.